السلام عليكم ومرحبا بكم وتحيه خاصه لجميع مشاهدينا ومشاهدي قناه اسفي جود في حلقه جديده من برنامج جليسه مع فدواج. اذا اليوم حنا بلديه كزوله وبالضبط عند السي محمود كريم وبالضبط بمقر الجامعه. اذا برنامج جليسه مع فدواج هو برنامج كيقرب المواطن والراي العام المحلي والوطني من حياه منتخب او فنان او سياسي او رياضي ما شابه ذلك. يعني اي واحد عنده شي حاجه كيدير شي حاجه في هذا الاقليم اكيد كنريحوا معاه كندردشوا معاه كنعرفوا شكون هو وكنطرحوا عليه اسئله من الشارع زائد كنشوفوا الانجازات ديالو الى كان سياسي. معنا اليوم احد ابرز الاشخاص في الاقليم الاسفي، خلق شهره واسعه بحكم كثره المنتقدين اللي عنده تبارك الله 55. معنا السي محمود كريم، تحيه لنا تعرفنا شكون هو محمود كريم. بدايه كنشكر الطاقم ديال صافي جود وكنشكر السي فدواج على هذه الزياره وعلى الخطوات المباركين لهذه المنطقه المباركه. محمود رئيس بلديه بزوله، السن 27 سنه، يعني المجال الدراسي هو يعني من بعد الحصول على شهاده البكالوريا يعني تم الدراسه ديال الهندسه ديال الاعلاميات، يعني حاولنا نتخرجوا من يعني من الجامعه مباشره للمجال ديال محاسب في المحاسبه في لاكام دو صافي، اللي من بعد عاودنا ثاني نقراو واحد يعني واحد البرنامج ديال ايكول ديال الكونتابيليتي جيستيون انتربريز، والان كنباشر الدراسه في جامعه القاضي عياد الكليه ديال الحقوق السنه الاولى. إذا تعرفنا عليك من خلال هذه النبذة القصيرة اللي عطيتينا على راسك، فهو أيضا محمود كريم هو ابن عائلة سياسية اللي هي معروفة بإقليم أسفي، فهو من عائلة السيد رئيس مجلس الإقليمي السي عبد الله كريم اللي هو العم ياك أكيد، والسي محمد كريم نائب برلماني عند دائرة أسفي، وعائلة الكريم كما كنقولوا آل كريم بهذا المفهوم لأن عائلة سياسية. يعني مش ما كتشوفش محمود أنه أنت جد محظوظ أنك من عائلة سياسية؟ اولا حنا محظوظين اننا الحمد لله يعني بصحتنا الحمد لله عندنا مجموعه ديال الامور اللي الحمد لله كان يعني مفضلنا الله عليها، فضلنا الله على مجموعه ديال الخلق ديالو كنشكرو الحمد لله كنشكرو على النعمه. وكهذا المجال السياسه اولا ما كان يعني ممكن يعني بعيد على التفكير ديالي اني نكون في هذا يعني في هذا المركز القانوني او في هذا يعني هذا على رأس التسيير، ولكن جاءت الأمور وجاءت الأقدار أني نكون هنا، والحمد لله كانت أول فرصة وأول جري باش أننا نخوض غمار هذه المغامرة ديال التسيير. الحمد لله لقينا مجموعة ديال الصعوبات ومجموعة ديال العراقيل اللي من بعد يمكن يعني نعددوها ونوصفوا يعني نحددوها في أثناء المناقشة. محمود، بعض المتتبعين خطواتكم في تسيير المجلس البلدي بكزوله كيقولوا لنا بانك غير مستقل في اتخاذ القرارات داخل هذا المجلس، شنو الرد ديالك بخصوص هذه المساله؟ بخصوص هذه المساله نقدر نقول لهم يعني انا متفق معهم في هذا الشيء، وربما ما عندناش ديك العقده اننا نقولوا اننا لا، حنا كنديروا قرارات انفراديه واننا كناخذوا، حنا مجلس وامرنا شورى بيناتنا، يعني الحاجه اللي ما عرفناش لها كنسولوا عليها، والحاجه اللي عرفنا لها كنحاولوا ما امكن نتاكدوا منها. وكنحاولوا ما يمكن نشاركوا جميع الناس وجميع الامور، نشاركوا جميع الناس اللي عندهم على درايه في القرار. هذا اذا كان القرار صائب راه كناخذوه بالتصويت، ولا كان قرار غير صائب راه كنحاولوا نتراجعوا، وما عندناش ديك العقده ان نقولوا لا خاصنا نديروا من سمو. بالعكس حنا راسنا صغير مجلس واعضاء، عندنا امر مشوره بيناتنا، كنشاركوا جميع المجالس المنتخبه لا من الجهويه والاقليميه باش انا نناقشوا معاهم هذه المشاريع، والحاجه اللي كنشوفها في مصلحه البلاد راه ما كنلقاوش يعني كيقول لك مجتمعات امتي على ضرره، يعني الحاجه اللي كنكونوا يعني متفقين عليها كاملين راه كنمشيو فيها. نقبل كيف ما ذكرنا للمشاهدين انت من العائله السياسيه. محمود بصراحه واش ما كتشوفش ان ولوجك لعالم السياسه كان سهل؟ من ناحيه كان سهل يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. حنا كيف ما قلنا هذا ما كانش مطلب ديالنا باش اننا ندخلوا هذا المجال ديال السياسه، والناس اللي قراب منا وكيعرفونا يعني ربما يعرفوا هذا الامر، يعني يعرفوه ويحسوا به، يعني كنا كل الهم ديالنا هو اننا نكونوا ناجحين في العمل ديالنا والدراسه ديالنا، شاءت الاقدار اننا نكونوا هنايا،
يعني انك تعرف حاجه احسن ما انك ما تعرفهاش. حاولنا ما امكن نشوفه، يعني نستغل الصوره ديالنا اللي عندنا مع الناس، ونحاولوا ما امكن نستغلوا ولو الجزء اليسير اللي كنعرفوا، لان هذه منطقتنا وبلادنا كبرنا فيها. نتمنى من الله نكونوا واحد يعني واحد السبب باش تنهض هذه المنطقه، يعني تنهض من ديك المعاناه اللي هي فيها، وتاخذ المكانه اللي كتستحق وسط الاقليم. اذا كيف ما كنعرفوا وكيف ما كيعرفوا جميع ساكنة اقليم اسفي وحتى المتبعين للشان العام الوطني والمحلي، المشكل ديال الواد الحار، المشكل ديال الواد الحار اللي هو اللي عشرات السنين وللاسف فهو مشكل كيسيء الاقليم ككل، يعني مشان الاقليم فهو كيسيء لينا حنا كاملين كمغاربه، خصوصا كيف ما كنعرفوا ان الطريق ديال كزوله هي طريق اللي اكتيف تبارك الله وكيدوزوا لنا الناس بزاف، وهذا المشكل كيعاودوا يشوفوه كل سنه. محمود شفنا بزاف الناس كيقول لك هذا المشكل غادي يتحل، فين وصل المشكل؟ يعني كيف ما كنعرفوا ان كزوله جات في واحد الموقع استراتيجي مهم في الاقليم، بالاضافه الى انها كتغطي 12 جماعه، يعني جميع الجماعات المجاوره يعني كتوافد على الجماعه ديال كزوله، يعني طيله النهار سواء من الاعمال التجاريه او المراكز الصحيه اللي كيوجهوها. يعني كزوله غطى 12 جماعه بالاضافه الى الموقع الاستراتيجي ديال الاقليم، بالاضافه الى انها بوابه عبده، بالاضافه الى مجموعه ديال الامتيازات لهذا الاقليم اللي هذا المشكل كيبقى وصمه عار على يعني على الكل، يعني كيعتبر هذا مشكل وطني ماشي مشكل جهوي او اقليمي، لان الكلفه الاجماليه لهذا المشروع يعني 40 مليار، الميزانيه ديال الجامعه 40 عام. يعني حنا كنسمعوا انه كاين واحد البرنامج وطني، برنامج تطهير السائل، ولكن هذا البرنامج كيمشي بواحد بالوتيره بطيئه جدا. شحال من كنسمعوا غيتحيد غيبداو الاشغال غيكونوا هذا، كنلاحظوا ان البرنامج الوطني ثقيل، يعني ما محققش ديك النجاعه اللي كيطلبوها المواطن وكيبغيوها المواطن ومراهنين عليها المواطنين. يعني بعد ما كان اخر اجتماع ديال السيدة الوزيرة ديال البيئة مؤخرا، حاولنا ما امكن حد يعني نقل لهذا المشكل والمعاناة ديال الناس، لان المشكل كتجلى ماشي يعني ولا مشكل الناس ساكنين حداه، لدرجة ان هذا الواد نهار على نهار كيتفاقم، يعني تغطاو لنا المقابر اللي حدانا، يعني كاين واحد الروضة تما وصلها الواد الحار، تقطعوا الطرقان، يعني اليوم ولا غدا الطريق الوطنية من اسفي لكزوله غتحبس. حنا حاولنا هاد المشاكل نقلوهم للسيده الوزيره، وكانت واحد الخارجه مع السيد العامل والسيد الوزيره مشكورين، وجينا وشافوا هذا الوضع وقال لك ان شاء الله غنحاولوا ما امكن اكتيفيو هذا البرنامج الوطني. والسيد العامل تاهو مشكور في هذا الباب، كيحاول ما امكن يجمع جميع الاطراف باش انه يخرج هذا المشروع الحي للوجود. حنا باقي كنتسناو وباقي كننتظروا مع المنتظرين، وحنا الجماعه ديالنا كنحاولوا ما امكن يعني نقسم من الميزانيات ديال النفقات ديالنا باش نحاول نوفروا داك لابار ديالنا باش نخارطوا مع لي بارتونير في هذا المشروع. غادي نرجع لنفس السؤال اللي كيف ما قلت لك بزاف الناس يقولوا انك غير مستقل في اتخاذ قراراتك، جاوبتيني بواحد الحياديه كبيره السي محمود في كون انك انت هي كتشارك الاعضاء وكتشارك الناس، ولكن بواحد الفاس ديريكت كاين بزاف الناس كيقولوا بان ماشي محمود هو الرئيس، ولا ما بغيتش نذكر الاسم اللي تيقولوا هما رئيس، ولكن اشنو ردك على هذا؟ ماشي رئيس، يعني كنتمنى يعني انا هذا القضاء انا متفق معك وما عنديش العقده نقول يعني حنا ما عندناش قرار انفرادي، حنا باقي التجربه ديال المجلس يعني في المهد ديالها، لا عرفنا شي حاجه ويسر لنا الله شي حاجه بتيسير الله، ما عرفناش شي حاجه راه من الضعف ديالنا والجهد ديالنا، يعني كنحاولوا ما امكن نشاركوا الاطراف، والحاجه اللي كتبان للمصلحه راه كنديروها. يعني حنا هذا الرئيس ربما كتنتقد بشي امور اللي بعيده عن المنفعه العامه، ما كياخذش قرار بوحدو كيركب في سياره الجماعه، ولكن الرئيس بغاكم يرفع التحدي ويقول لكم انكم جبتوا معاه ملفات كبار، واش ان هذا الرئيس لقيتو تورط في شي حاجه، ولا ان هذا الرئيس بدر شي حاجه، ولا حنا بدنا نناقشوا الامور بالارقام، اما باش نناقشوا الامور اللي كتعتبر انها مشخصنه، وان هذا السيد الرئيس دار، وان هذا السيد الرئيس لبس، يعني كيبان لي هذه الامور يعني ما غتفيد المواطن بحتى حاجه، ولا تليق بالساحه السياسه والحوار باش الناس اللي متبعين الشان المحلي وتدبير التدبير العام، يعني كيبان لي ما غتفيدو في حتى حاجه، غادي حنا نناقشوا الامور ونرفعوا التحدي ونناقشوا الامور بالارقام، والامور اللي عندها المصلحه ديال المواطن والامور اللي عكس داك الشيء، اما باش هذا ما كياخذش القرار ولا هذا كيلبس هذه ولا هذه، كيبان لي امور يعني ما غتفيد في حاجه.
ايضا السي محمود كيف ما كنعرفوا ان السوق الاسبوعي ديال كزوله كيعيش واحد المشكل اللي ازيد من 20 سنه، ربما ان المشكل دابا حاليا في المحكمه وباقي ما تحل والو، يعني باقي ما كاين حتى شي حاجه لا جديد يذكر. شنو تعليقكم حول هذا الموضوع؟ كل اسبوع جديد اللي حنايا جينا يعني كمعتقين قدامنا صراحه، يعني واحد السوق بواحد المواصفات كبيره وهذا، والامر في المحكمه مع هذا المقاول اللي كان عطاته الجماعه انها تصيب، انها يستغل السوق القديم باش انه يصيب هذا السوق الجديد. كان واحد النزاع قديم لقيناه في المحكمه، والمحكمه يعني حكمت لصالح الجماعه، وحنا المحامي دابا راه في التنفيذ، لان هذه الشركه كيحاول ما امكن كيديروا معها استدعاءات، لان هذه الشركه بدلت المقر ديالها. الامر واخذ المجرى ديالو في القضاء، والحمد لله وقفنا عليه باش ان هذا الملف تحكم لصالح الجماعه. هذه من جهه، يعني ما غاديش حنا الامر في المحكمه، وحنا هذاك السوق الى تحولت للمدينه غيكون واحد النقله كبيره للمجلس، وغيكون واحد المنفعه كبيره للمنطقه. فيما يخص السوق الاسبوعي الجديد يعني عندنا في المحكمه، بالاضافه الى ان هذا السوق الاسبوعي الجديد كاينين جوج ملفات، الملف الاول هو مع الداخليه، يعني حاولنا ان نطلبوا واحد الدعم من الداخليه باش اننا نكملوا الاشغال ديال السوق الاسبوعي الجديد، لان فيه واحد المواصفات عاليه لا من ناحيه المجزره ولا من ناحيه المرافق ديال السوق، لان المجزره غتولي واحد المواصفات اكثر من في اليو، يعني كاين ثلاثه المجزرات وطنيين ديال الدار البيضاء واكادير واليوسفيه اللي كاينين في المغرب اللي عندهم لاغريمون. حنا تقريبا اللي لا كملوا الاشغال ديال ديك السوق غنولوا يعني اكثر، يعني اكثر من اليوسفيه، يعني ولي عندنا اربعه لاغريمون تولي اسفي دابا تذبح خاصها تجي تذبح عندنا هنا. هذا هو التوجه ديالنا والهاجس ديالنا باش اننا نكملوا السوق الاسبوع الجديد، اللي دافعين جوج ملفات. الملف الاول هو دفعنا مع الداخليه باش انها تعطينا الدعم، بالاضافه الى ان واحد الدوسي اخر ديال الفيك، ان طالبين واحد القرض باش نكملوا الاشغال ديال السوق الاسبوع الجديد. اي ملف غادي يكون غيمشي بوتيره، يعني بوتيره غنمشيو فيه. هذه هي القرار اللي اتخذنا مع الاعضاء، يعني باعضاء ديال المجلس. بالاضافه الى ان السوق الاسبوعي القديم نعطيو واحد النبذه عليه، الاخوان كيقولوا انه في مشاكل وانه ما كيشرفش المواطن الجازولي وانه هذا، يعني صراحه انا معاكم في هذه القضيه، ان هذا السوق فيه مجموعه ديال المشاكل. المشكل الاول هو ان هذا السوق اللي كنقولوا ان الجماعه كتستغلوا 100 عام، وبالاضافه ملي حاولنا ما امكن باش اننا نديروا فيه واحد السوق ديال الباعة الجائلين، لقينا ان مجموعه ديال الناس اللي حبست هذا المشروع ووقفاته نظرا ان هذا الكدولي وان الملكيه ديالها وانهم يعني ديالهم الملكيه. هل الاول يعني الجماعه كتستغلوك يقول لك الملكيه ديالو، بالاضافه الى ان المجلس الا بغى يدخل ويخدم في ذاك السوق، يعني ما يمكنش تحاول تبغي تمشي لواحد السوق جديد وتجي تخدم في السوق قديم. نمشيو للمجزر، المجزر كيقول ان الظروف غير صحيه، وان متفق معكم كاين هذه الامور، ولكن حنا الا بغينا نخدموا في هذه المجزره راه شي واحد عاقل غيقول لك لا، ما يمكنش انك تخدم في المجزره جديده وتخدم حتى في المجزره القديمه. يعني حنا عندنا الهاجس ديالنا والتوجه ديالنا هو صافي هذا كيبقى من الماضي، نمشيو للسوق الاسبوعي والمجزره جديده. يعني كنحاولوا ما امكن نقاربوا ونحلوا الجزء اليسير من هذه المشاكل. كنشوفوا اللحم اللي كيقولوا يعني كيمشي في العربات، حنا الجماعه عندها واحد الكاميو اللي كتصيفطوا للناس باش يعني خاصهم يخلصوا باش الجماعه تقول لك اللحم ديالك. هذا عندنا في القرار الجبائي يعني 10 دراهم، في المدن الاخرى كاين 50 درهم. حنا ملي كتمشي تما وكتمشي عند واحد باش انه يخلص 10 دراهم وتهز ليه اللحم ديالو، ما تيبغيش، يعني ويمكنش تهز ليه اللحم ديالو بلا ما يخلص. اذا واحد كيمشي للحاج الساهل كيهز كروسه ويدير فيها اللحم ويصيفطها قدام الناس، والناس كياخذوا بعض الصور وكيرميو يعني كل هذه الامور السلبيه للمجلس. بالعكس المجلس موفر اللوجيستيك باش انه ينقل اللحم، ولكن السلطه ملي كتطلب عون ديال السلطه ولا شي واحد باش انه يمشي يعاونك باش ان هذا السيد خاصو يخلص، ما كيمشيش معاك، كتولي مصيفط موظف اللي ما يمكنش يدخل مع هذا الجزار في شي حاجه ماشي هذيك، ما كيبغيش يخلص كيرجع. ملي كيرجع الكاميو خينا كيهز اللحم كيدي في العربه وكيجرو. اذا حنا الدور ديالنا كنحاولوا ما امكن نقوموا به، والمشاكل التبعات ديالنا كنحاولوا نستحملوا، اذا كنبغيو حتى السلطه المحليه يعني تتحمل معنا المسؤوليه وتحاول ما امكن تحبس لينا هذا الشيء. ما بقيناش نشوفوا ان التصويره واحد يصور لنا كروسه هازه فيها اللحم وقدام الناس، هذا الشيء راه كيسيء للمنطقه وكيسيء للمدينه بصفه خاصه. نبغيو نعرفوا شنو هي اهم الانجازات اللي حققتيها رفقه بلديه كزوله خلال سيرك لهذا المنصب طيله هذه المده. في هذه المده الانتدابيه اللي كتقدر بواحد عامين ونص دابا على راس هذا المجلس، يعني حنا المشرع اولا كيعطيك عام
عام ديال يعني عام عام غير باش تجسد يعني تجسد الحيزيات ديال المنطقة، يعني غير باش يعني تجسد يعني تقيد واحد البرنامج عامل، يكون عندك واحد البرنامج عامل اللي غتخدم عليه هاد 5 6 سنين الجاية. عام يعني كيعطيك المشرع عام كامل باش انك تعرف الحيزيات ديال المنطقة، يعني لدرجة اننا نحسبوا يعني واحد العام ونص ديال التدبير اللي كاين دابا اشنو درنا فيه واشنو يعني. حنا المجلس كيف ما قلتي ان المجلس الجامعي ديال تبدلو كان محظوظ لانه في هاد العامين ونص ما تسناش برنامج عمل، يعني فتح مجموعه ديال الاوراش واللي واخا نعددهم ونقولهم ربما غننسى شي حاجه. اللي نمشيو للمجال القضائي، المجال القضائي فاش جينا لقينا واحد الفائض اللي قليل، بالاضافه الى انه مجموعه بعد الخطابات السامية وصاحب الجلاله ان المحاكم والملفات في المحاكم ولاو كياخذوا واحد الوتيره يعني سريعه. يعني جينا نشوفوا من بعد الخطابات لقينا ان الميزانيه عندنا محجوزه يعني اكثر من 300 مليون، يعني ميزانيه محجوزه اكثر من، يعني اشنو غدير واشنو غتقدم؟ يعني انت غدا ولا بعد غدا مطالب بانك تقدم واحد الحصيله وواحد قدامنا، اشنو درتي في هذه الفتره الانتدابيه؟ لكن الحمد لله كان واحد المجهود كبير مع بالتنسيق مع كافه الاعضاء وكافه المجالس الجهويه والاقليميه بالاضافه الى الوزارات، بعض الوزارات القطاعات الوزاريه، حاولنا ما امكن يكون واحد الجهد كبير. يعني اللي كنعتبروا ان من الحصيله اننا خلصنا هذا العجز، يعني هذه الحجوزات حيدناهم اكثر من 300 مليون اللي خلصها المجلس من الداخليه اللي الناس خاصهم يعرفوها. من بعد من المجلس كان عليه واحد الحجز، الجماعه يعني بالمجهودات ديالها حاول انها تخلص هذا الحجز، هذه من جهه. بالاضافه الى انها المعدات اللي جابت انها حاولت ما امكن الحاله المدنيه وداك الشيء تحاول ديروا بالنظام المعلوماتي، بالاضافه الى ان مجموعه من الامور اللي حاولنا ناخذها من وزاره البيئه ديال النظافه، ديال واحد الوسائل ديال النظافه كتحط فيهم الزبل باش انه يخرج راه باقي لحد الان كنتسناو هاد الشركه باش تعطينا واحد البيريود ديسي كيفاش كيخدم هادشي فيما يخص. بالاضافه الى صفقه الملعب اللي لونسيناها وبدينا فيها الاشغال ووقفنا نظرا لانه كاين واحد المشكل مع صاحب الارض، ولكن هذا المشكل غادي نحلوه في هذه الايام القليله ان شاء الله. بالاضافه الى انه هاد الساحه اللي كت ربما مع الدخله بان لكم اشغال ديال ساحه محمد الخامس اللي غتكون في الواجهه وغتعطي واحد المنظر زوين للمنطقه، يعني غتزيد واحد الاضافه باش تنقل هاد المنطقه ان شاء الله، يعني واحد الساحه في واحد المواصفات ان شاء الله من بعد ما يسير الاشغال غتعطي الاضافه ديالها. بالاضافه الى انه السوق ديال البيع الجائلين اللي الجامعه دخلت فيه مع المبادره الوطنيه بالارض، والمبادره غتجهزوا ان شاء الله للبيع الجائلين في الموقع اللي احدى دار الاطفال حديقه محمد الخامس. بالاضافه الى انه كان يعني التبليط في السنه الاولى كان مجموعه ديال الازقة تبلطوا، بالاضافه الى انه غد في هذه الايام القليله غتكون واحد تبدا الاشغال في تبليط الاحياء ديال ناقص التزييد ديال الاتفاقيه اللي مع سياسه المدينه ديال 4 مليار. راه كاينه الصفقه معلونه في البورتاي بيبليك ديال يعني 4 مليار لاح و 4 الاحياء اللي غيبداو فيهم الاعمال في الايام القليله ان شاء الله. هذا يعني مجهود كمجلس، يعني اللي جينا نعتمدوا على الميزانيه ديال المجلس غنلقاو ديما ما غيمكنش نوفروا ولو متر واحد ديال النيلو، لان الميزانيه ديال الجماعه كتقدر بمليار و 500، يعني كتمشي اكثر من مليار كتمشي في الموظفين، يعني 500 كتمشي ما بين امور ديال التسيير وديال التجهيز، يعني شنو غدير بها قدام؟ شنو غادي ما يمكنش دير بها حصيله؟ يعني كنحاولوا ما امكن نجمعوا جميع الاطراف وجميع الشركاء باش اننا نديروا واحد الاضافه في هذه المنطقه. يعني 4 مليار اللي مجهود ديال المجلس لحد الان الحمد لله بارك الله الاشغال غتبدا فيه، بالاضافه الى الملعب والسوق الاسبوعي اللي المشاريع الاخرى ان شاء الله اللي ان شاء الله في هذا المجلس ان شاء الله غيكون واحد الفائض جد مهم، يعني ربما اكثر من 300 مليون مع مره كانت في جزوله. علاش؟ لان المجلس كامل ما صرفش التنقلات ديال الرئيس والاعضاء، وما صرفش مجموعه ديال يعني اكثر من 50% و 60% ديال لي ريبريك اللي فيهم هاد الفلوس ما تصرفوش، يعني خلاهم باش يطيحوا في الفائض باش نديروا مشاريع للمنطقه. هادشي ما حاولناش نقولوا قدام المنابر ديال الاعلام اننا نباهوا به ودرنا وفعلنا كيف كيديروا بعض الفئات اللي يعني كتعلي الصوت ديالها في امور في المنابر. هاد السوق فيك هنا السي كريم هي ماشي غير انا غنطرح السؤال، ماشي غير انا، بزاف الناس كيطرحوا نفس السؤال.
هنا انت ركزتي على واحد الجهه، هذيك الجهه حنا ما بيناش نفيزيوها نيشان، ولكن راه هاد الناس اللي هما كيجيو كيستعرضوا قواهم السياسيه هنا في المدينه كيوجهوا لكم اتهامات خطيره انتم كعائله كريم، كانكم انتم هما السبب في تدمير كزوله، كانكم انتم هما السبب في تاخر كزوله، كانكم انتم هما السبب في تاخر الاقليم. ما ردكم على هاد الناس؟ المواطن اليوم ولا كيعرف الحمد لله وسائل التواصل ولات كتبين بزاف ديال الحوايج، لان هاد الفئات اللي كتجي يعني الاصوات ديالها كتعالى يعني في الوسائل ديال التواصل او في مناطق اخرى. يعني الميساج اللي كنبغي نقول لهم ان الامر المواطن كيشوف ان الامر ولا مجرد يعني حسابات بالاضافه الى ان الاعمال ولات غير في التواصل، يعني واحد كيمشي يدخل للزباله ويتصور فيها مع العلم انه ما هو صاحب المشروع، ما له مصالح صفقه لا والو، كتمشي تصور وتعطيها للناس باش انك تشوفوا. كيبان لي ان هذه الامور يعني كتسيء الساحه السياسيه. حنا بينا الناس وهاد البرلمانيين وهاد الناس اللي يكونوا يرفعوا الشعار ويجوا عند الرؤساء ويهضروا معاهم ويعني يحددوا معاهم المشاكل وشنو كاين، ونهزوا ملفات ونطلعوا للوزارات، لان الوزارات الحكوميه الان في العداله والتنميه، وكاين معنا الحمد لله برلمانيين ديال العداله والتنميه، يمشوا معنا وندخلوا للوزاره ونطلبوا يعني حنا السقف ديال يكون سقف تحدي كبير، نطلبوا مشاريع ونطلبوا هذا، ولا تيسر تغير 10% راه خير كبير. اما باش نكونوا انك كتصيفط رساله للوزير ديالك وان يجاوبك ولا ما يجاوبكش، وتصيفط للناس تقول لهم اني راه كندير الدور ديالي، كيبان ليا اننا ما كن يعني كن يعني بحال كنلعبوا واحد الورقه ديال يعني كنلعبوا بمآسي الناس ونلعبوا باننا نضحكوا على العقول. كيبان ليا هذا ماشي من الاخلاقيات ديال العمل السياسي. فهمنا بالاجابه ديالك، هو خصنا نتوحدوا من اجل خدمه الصالح العام والمواطن. يعني كيف ما ولنا كنشوفوا اكيد ان المواطن هو الضحيه في الصراعات السياسيه اللي ما غادا تفيد الاقليم بوالو. يعني كيف ما كنقولها دائما وكيف ما غادي نعطيك رايي الشخصي، هو ان هاد الناس لو توحدوا فيا ريت يا ريت يا ريت ان جميع السياسيين وجميع المنتخبين ديال المدينه يتوحدوا على قضيه واحده، فاكيد غيكون النجاح. اذا اخر سؤال لك السي محمود، وهذا السؤال اللي هو سؤال نيتش زعما خويا، عندك منتقدين كثار تبارك الله، الاحتجاجات عندك السقف عالي هنا في الجامعه، ما السر وراء ذلك؟ كنعتبروا فضل من عند الله الاحتجاجات وهاد المنتقدين، لو انك يعني هذا الشيء الحمد لله ربما كناديو الثمن ديال القرارات ديالنا الجريئه او الثمن ديال المواقف ديالنا اللي كناديو عليها الثمن. الحمد لله حنا راضيين في ظل هاد الفتره الانتدابيه، راضيين على هاد الفتره بالخيب ديالها وبالزوين ديالها، حيت لا كان شي فضل وشي تيسير مع عند الله، لا كان شي نقص راه عجز ما عندنا وضعف ما عندنا. وهاد الاحتجاجات وهاد المنتقدين يعني كنشكرهم، وكن يعني فرحة كبيرة أن يكون عندك منتقدين، لأنك إذا كنت إنسان فاشل غيكون عندك لا منتقد لا والو. إذا الحمد لله هذا أفضل ما عند الله، كنتمناهم الله يزيدوا المنتقدين ويزيدوا يعني أكثر، لأن هذا العدد شوية ما مقادش. حاجه كنطرحها على الضيف ديالي، شنو هي الهوايه ديالي؟ شنو الهوايه ديال محمود ديالي؟ اللي غنعتبره هو ان نقراو داكشي اللي كتبوا المنتقدين، لان كتخلينا نحسوا بمدى الفخر اللي ومدى النعمه اللي عطانا الله. شكرا لك لانك فتحتي الباب، شكرا لك لانك لبيتي النداء فور اتصالنا بك. اذا ماشي هنا سالات بليسه ما فدواش، باقين بليسات ان شاء الله. بليسه ديال اليوم كانت غنيه، عرفنا فيها بزاف الاسئله اللي كان المفروض ان الراي العام يعرف اشنو واقع في كزوله. جينا ودقينا الباب، ما بقيناش غير كنهضروا، جينا نيشان وريحنا مع السيد رئيس البلديه وعرفنا منه الجديد وعرفنا الرد ديالو على بزاف المنتقدين، على بزاف الاسئله. فكنتمنى ان الحلقه تنال اعجابكم، الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش سبسكرايب في القناه ديالنا وبارطاجي، ودائما نتوما مع القناه رقم واحد في اسفي والاقاليم اسفي جود، وكنتم مع يونس فدواش ومصطفى بن سليمان من قليسه مع فدواش، والى اللقاء.